تعرف على طريقة وكيفية حل مشكل تفعيل تعيين الكامات على تطبيق تيك توك؟ نقوم بالضغط هنا، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا الملف الشخصي، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات والخصوصية، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على خصوصيات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الصوت المفضل، وهنا سوف نقوم بالضغط على تعيين كعامات. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل تعيين الكعامات. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.